مرحبا بنات، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله الكل بخير. خمس فيديو اليوم، لايك شير كومنت سبسكرايب. خلونا نبدا فيديو اليوم. راح يعني اعطيكم جواب ليش تظهركم هذه في اللعبه. بس قبل بدي اشكركم على 110 مشترك، وكذلك على تفاعلكم الرهيب مع كل فيديوهاتي، وكذلك هذه فيديوهات لملكه الموضه اذا حابين تشوفوها او تستفيدوا منها تكون تحت اكيد بالديسكريبشن. كذلك هذا حسابي على انستغرام، وحبيت اسالكم سؤال ليش تكتبوا تعليقات وتحذفوها. هذه البنتين حذفت تعليقات، وحده من هذه البنتين قالت لي اضيفيني فضفتها والبنت الثانية حذفت تعليقها، ما بعرفش ليش. بس راح اجاوبك على تعليقك، كنت حابة اجاوبك بس انت حذفت التعليق. المهم خلينا نبدأ بفيديو اليوم. المهم يا بنات، ليش تخرجكم هذا يعني خطأ في حفظ اللعبة وكذا وكذا؟ لانه يا بنات انتو هكرتوا ملكة الموضة وسياسة اللعبة عرفت بهذا الشيء، وحطتكم فيديو في القناة هل تحكين ملكة الموضة كذب او حقيقة، روحوا شوفوا. والسبب يعني وراء هذه انكم هكرتوا اللعبة وسياسة القناة عرفت بهذا الشيء، وراح تعيدوا المراحل من اول جديد. بس اذا بدكم طريقة ما تعيدوا المراحل اكتبوا لي في التعليقات عندي طريقة. والان مع السلامة، ان شاء الله يكون فاتكم، باي.